طرابلس يعتبر أزمات البلاد مفتعلة. مجلس النواب والدولة يتفقان على الجدول الزمني لتنفيذ إعادة تشكيل السلطة التنفيذية. غسان سلامة يأمل أن يكون مؤتمر باليرمو محطة ناجحة للتوصل إلى تفاهم ليبي ليبي. أهلا وسهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. قال مفتي البلاد الشيخ الصادق بن عبد الرحمن الغرياني أن سجون الكتائب في طرابلس تعج بتعذيب المسجونين، والحكومة والمجتمع الدولي يغضون الطرف. وكذلك لو تأتي إلى يعني القطاع الأمني والمحاولات التي تفعل، ذكرنا في الحلقات كثيرة ماضية أن سبب الأزمات وسبب المشاكل وسبب التطاحن، ما يمر أسبوع إلا ونسمع أن جهات تريد أن تتقاتل من الناس اللي عندهم السلاح الكتائب. ما السبب في هذا؟ ونحن نرى ونسمع الآن أن السجون السرية الموجودة في طرابلس فيها أعداد ألاف مؤلفة من الناس يعذبون عذاب الهدن زي ما يقول الناس، يعذبون عذابا شديدا، وما فيه وسيلة من التعذيب إلا وتعمل معهم، والناس والمسؤولون يغضون النظر ويغضون البصر وساكتون عنهم، وكذلك المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمسؤول عن الأمم المتحدة في بلادنا. لو يقوم بهذا الأمر من التعذيب ومن هذه السجون اللي هي خارج القانون ويحصل فيها القتل والظلم وهذا التقاتل والاعتداء على المستشفيات زي ما نسمع في هذه الأيام، وعلى المصارف وعلى المسؤولين، لو يحصل هذا من الناس الوطنيين المنسوبين للثورة أو المنسوبين للمؤتمر الوطني لقلبوا الدنيا عليه، وربما قاتلوه ليس بالمدافع بل قاتلوه بالصواعق المرسلة وحتى بالقنابل الذرية. وأشار فضيلته إلى أن كل عاقل يرى أن وزارة التعليم قد خالفت القانون بإيقاف تسجيله في التعليم الديني. لو ذهبت إلى وزارة التعليم الآن اللي اتخذت قرار تعسف في تعنتي وتقول إنه قانوني ومنعت الطلاب المعاهد الدينية من التسجيل، بأي حق هذا؟ وهم مخالفون للقانون، عند كل عاقل مخالفون للقانون. يعني هل يحتاج إلى أن تتعلم دينك، تحتاج إلى أن تختلق يعني معاذير وقانون موجود ولا مش موجود والقانون الموجود تبطله وتقول هذا لا يسوي شيء وتخترع أشياء أخرى؟ هذا أيضا من باب يعني الغش للناس والغش للمسؤولين، الغش من المسؤولين وعدم النصح للأمة. ونوه فضيلة المفتي إلى أن ما نراه الآن ليس أزمة في السيولة فقط، بل أزمات مفتعلة في كل شيء وليس هناك نية للإصلاح. فأنصح المسؤولين أنهم يعني يغيروا هذه السيرة السيئة. ما نراه الآن ليس هو فقط أزمة في سيولة ولا كذا، أزمة في أينما اتجهت في بلادنا، وأزمات مفتعلة. أموال والحمد لله كثيرة، والنفط يباع يعني أموال كثيرة، ولكن ليس هناك نية متجهة إلى الإصلاح وإلى النصح. ومن يتولى مكانا ومرفق من المرافق يسعى فيه بالفساد ويفعل فيه كل المصائب التي تعود على الناس بالجور وبالظلم واستلاب حقوقهم. اتفق مجلسي النواب المنحل والأعلى للدولة على الجدول الزمني لإعادة تشكيل المجلس الرئاسي الجديد وتوحيد السلطة التنفيذية. وأكد عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة أنه سيتم تشكيل لجنة تضم مقرري مجلسي النواب والدولة وممثلا عن البعثة الأممية، مضيفا بأن اللجنة ستتولى الإشراف على عملية تشكيل السلطة التنفيذية كاملة. وأشار بن شرادة إلى أن فترة تقديم التزكيات ستكون في مدة لا تتجاوز أسبوعا ابتداء من يوم الأحد 18 من نوفمبر الجاري، مضيفا بأن سيتم الاتفاق على الأسماء في فترة زمنية لا تتجاوز 6 ديسمبر المقبل.
دعا رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إلى عقد اجتماع في مقر الحكومة بقصر كيجي مساء الأربعاء على ضوء المؤتمر المقرر في 12 و13 من نوفمبر في باليرمو لأجل ليبيا. مصادر إعلامية إيطالية أشارت إلى أن كونتي يعد الاجتماع موسع سيشهد حضور المعنيين بالمؤتمر من وزارة الخارجية ونائبي رئيس الوزراء. أعرب الممثل الأممي لدى ليبيا غسان سلامة عن أمله في أن يكون مؤتمر باليرمو محطة ناجحة في طريق التوصل إلى تفاهم ليبي ليبي، مشددا على أن البعثة الأممية تعمل على مواصلة دفع الترتيبات الأمنية في طرابلس وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية. سلامة خلال لقاء جمعه بوزير الخارجية التونسي خميس الجهناوي في العاصمة التونسية أكد أن قرار تخطي مرحلة الفوضى وبناء دولة شرعية بمؤسسات موحدة يبقى بأيدي الليبيين أنفسهم، ولن تقدر أي قوة على إرغامهم على ذلك أو أن تحل محلهم مهما تعددت المبادرات. ومن جهته أكد جهناوي على مساندة تونس لمساعي البعثة من أجل التوصل إلى اتفاق سياسي شامل في ليبيا وفقا لخارطة الأمم المتحدة على النموذج. عقد المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة وبحضور نائبته ستيفاني ويليامز الأربعاء اجتماعا في مقر البعثة بتونس بين محافظي المصرف المركزي في طرابلس والبيضة الصديق الكبير وعلي الحبري. البعثة على صفحتها الرسمية أوضحت أن الاجتماع جاء بهدف السير قدما بعملية مراجعة حسابات المصرفين، مشيرة إلى أن اللقاء أسفر عن توافق واسع بين الطرفين حول شروط تنفيذ المراجعة وأهمية استعجالها. رحبت السفارة الأمريكية في ليبيا بقرار مجلس الأمن الدولي الذي يقضي بالتزام المجتمع الدولي بحل الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا مع حماية سيادتها واستقلالها ووحدتها الوطنية. السفارة عبر حسابها الرسمي ثلاثاء أكدت دعمها لقرار منع تصدير النفط بطرق غير مشروعة وتمديد تجميد الوصول على المؤسسات التي تقوض الأمن بليبيا، بالإضافة إلى قرار إدراج من يمارسون العنف في قائمة العقوبات. يشار إلى أن مجلس الأمن أصدر ثلاثاء قرارا حول ليبيا يطالب باستعجال الحكومة المقترحة لفرض الرقابة على المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي، بالإضافة إلى المؤسسة الليبية للاستثمار، مبديا استعداده لإعادة النظر في أحكام حظر توريد الأسلحة. اندلعت عند منتصف ليل الثلاثاء شبكات بالأسلحة المتوسطة بين كتيبة ثوار طرابلس وقوة الردع الخاصة في محيط مطار وقاعدة معيتيقا، وتسببت الشبكات في إغلاق طريق الشط بالعاصمة طرابلس قبل أن يعاد فتحه صباح اليوم الأربعاء. وقال مصدر أمني أن المناوشات جاءت على خلفية اعتقال قوة الردع الخاصة لأحد القياديين بكتيبة ثوار طرابلس، فيما نفى مصدر من الكتيبة أنباء الاعتقال مشيرا إلى أن ما حدث مجرد سوء تفاهم بين الكتيبتين وفق قوله. دان اتحاد الصحفيين والإعلاميين بمصرات اعتداء حراس رئيس المجلس الرئاسي المقترح فايز السراج على بعض الصحفيين والمصورين أثناء تغطيتهم الإعلامية لزيارة السراج إلى المدينة مصراتة. وأهاب الاتحاد في بيان لهم الثلاثاء الأجهزة الأمنية بدون استثناء إلى ضرورة تقدير واحترام الصحفيين وتمكينهم من أداء عملهم على الوجه الأكمل، مؤكدا أنهم سيلتجئون إلى الجهات المختصة لاستيفاء الحقوق بما فيها التعويض المادي في حال تكرر مثل هذه الاعتداءات وفق قولهم. استنكر مستخدمو إدارة المنطقة الجنوبية بمنظومة الحساون سهل شفارة بجهاز النهر الصناعي الاعتداءات المتكررة التي تتعرض لها الحقول الأبار، مشيرين في بيان لهم أن تكرار مثل هذه الاعتداءات وأعمال السلب والنهب وتخريب معدات الأبار قد تؤدي إلى انهيار المشروع بالكامل، مؤكدين أن الوضع الفني بمنظومة النهر أصبح كارثيا بعد تخريب 88 بئرا وهو ما أدى إلى فقدان 350 ألف متر مكعب يوميا. حيث تم تخريب عدد 88 بئر بما يعني فقدان 350 ألف متر مكعب يوميا واعتداءات السرقة والتخريب في تصاعد مخيف. وهنا ننوه أنه في اليومين الماضيين فقد تم تخريب وتدمير عدد 12 بئر وتخريب الآبار وسرقتها صاحبه الاعتداء على محطات الطاقة الفرعية.
وندد العاملون بالمشروع في بيانهم بأعمال التهديد بالسلاح والخطف لمستخدمي إدارة المنطقة الجنوبية، داعين الجهات المسؤولة لتأمين هذا المرفق الحيوي وحمايته. وأضاف البيان أن مستخدمي إدارة النهر ليسوا مسؤولين في حال تكرار الاعتداء عن انقطاع المياه عن المنطقة الغربية بالكامل. في حالة بلاغ للنائب العام للتحقيق في هذه الأعمال الإجرامية وإحالة كل من يثبت تورطه أو تقاعسه على القيام بواجباته إلى القضاء لينال جزاءه العادل. 3. إحالة مذكرة للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا للقيام بمسؤولياته تجاه أحد المشاريع الاستراتيجية في ليبيا وما يتعرض له من تخريب وتهديد ليبيا بالعطش، وإحالة كل من يثبت تورطه إلى قائمة عقوبات الأمم المتحدة. أعلنت القنصلية العامة الليبية بتونس أن المبلغ المحدد الذي يمكن للمسافر الليبي أن يأخذه معه عند خروجه من تونس أو مروره بها عند ذهابه إلى دولة أخرى هو 5000 دينار تونسي أو ما يعادلها من العملات الأخرى. القنصلية أوضحت على صفحتها الرسمية الأربعاء أنه في حال تجاوز النقود هذا المبلغ فأنه على المسافر استخراج إقرار مالي بالقيمة. يشار أن المسافرين الليبيين عبر تونس يشتكون من كثرة حالات مصادرة المبالغ المالية غير المصرح بها بحوزتهم عند خروجهم من الأراضي التونسية باتجاه ليبيا أو أي دولة أخرى. نشرتنا متواصلة وفيها بعد الفاصل. تواصل فعاليات معرض الكتاب بمدرسة فاطمة الزهراء للبنات في ترهونة. مرحبا بكم من جديد. أكد مصدر طبي استقبال مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث ببني غازي 4 قتلى وأكثر من 200 مصاب جراء المشاجرات المسلحة بأحياء متفرقة بالمدينة خلال شهر أكتوبر الماضي. وأضاف المصدر أن غالبية مصابي المشاجرات من الشباب وأن أغلبها جاءت بواسطة الأعيرة النارية، مشيرا إلى أن إصاباتهم متفاوتة بين البسيطة والمتوسطة والحرجة. وكان مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في بني غازي قد استقبل نحو 4000 حالة من ضحايا المشاجرات والسط المسلح خلال العام 2017. أرسلت منظمة الصحة العالمية الأربعاء فريقا طبيا للطوارئ إلى مدينة تورغان لمواجهة انتشار مرض اللاشمانيا في المدينة.
المنظمة على صفحتها الرسمية أوضحت أن الفريق ضم أطباء في الجلدية والأطفال والتوليد والباطنية، مضيفة أنه يجري تأهيل فريق أطباء لمعالجة نحو 200 حالة مصابة بالمرض. وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض أعلن في أبريل الماضي أنه أطلق حملة لمكافحة مرض اللاشمانيا المنتشر في بعض المدن بالمنطقة الغربية، حيث سجلت في مدينة زليط وحدها 51 إصابة بهذا المرض. قامت لجنة تابعة للمركز الوطني لضمان الجودة بجولة تفقدية للمعهد العالي للعلوم الطبية بترهونة، وأطلعت اللجنة خلال الزيارة على مدى جاهزيته وخضوعه للمواصفات والمعايير الواردة في المركز. وأوضح أحد خبراء مركز الجودة حامد سعد أن اللجنة قامت بعملية المطابقة بينما تم تقديمه الأوراق الرسمية إلى المركز وما هو موجود على أرض الواقع. المرافق الأخرى المختلفة من مكاتب وحمامات وكل ما إلى حد الآن، نحن طبعا لا نستطيع أن نقول لك القرار النهائي أو القرار، لكن المؤشرات نراها كويسة، عملية مطابقة بين ما تم تقديره. أكد مدير إدارة الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض رمضان محمد عثمان الأربعاء أن الحالات المصابة بفيروس حمى غرب النيل في تونس لا تشكل عاملا خطر في على انتشار المرض داخل ليبيا. الصفحة الرسمية لوزارة الصحة نقلت عن عثمان قوله أن فرص انتشار حمى غرب النيل في ليبيا ضعيفة جدا لأنه يعتمد على لدغات البعوض الحامل للعدوى، مشيرا إلى أنه لا يمكن للمرض أن ينتقل عبر الاتصال العادي مع الشخص المصاب. وذكرت وزارة الصحة أن إدارة الرصد والتقصي والاستجابة السريعة طالبت فرق الاستجابة السريعة ورصدي المستشفيات بالإبلاغ عن أي حالة قادمة من تونس يشتبه بها مصابة بفيروس حمى غرب النيل. أعلن وزير الصحة المكلف محمد هيثم عيسى عن إيقاف قرار الرئاسي المقترح رقم 1354 بشأن لائحة استخدام الكوادر الطبية والطبية المساعدة. قرار الصادر عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1354 بشأن لائحة استخدام الكوادر الطبية والطبية المساعدة. وما تم في الاجتماع مع السيد المحترم معالي وزير الصحة المكلف الدكتور محمد هيثم عيسى بخصوص هذا القرار، فإنه تم إيقافه لحين دراسة وتعديل هذا القرار، ونحن وزارة الصحة وجميع إدارات وزارة الصحة لم تطلع على هذا القرار ولم نقدم مشروع هذا القرار، ولكن من قدم مشروع هذا القرار المركز الوطني لتطوير النظام الصحي بدولة ليبيا، وأن هذا المركز يضع استراتيجية قطاع الصحة سنة 2030، وتفاجأنا بأن هذا القرار تم صياغته وتقديمه إلى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني دون الاطلاع عليه من قبل وزارة الصحة وعلى رأسها الدكتور السيد الوزير والسادة الوكلاء. ونحن الآن بصدد تعديل هذا القرار وتشكيل لجنة من قبل السيد الوزير المكلف الدكتور محمد هيثم عيسى لدراسة القرار، وبناء وخلاصة ما تم الاجتماع مع السيد وزير الصحة المكلف الدكتور محمد عيسى بأنه سوف يتم إشراك جميع الجهات التي لها علاقة بالكوادر الطبية والطبية المساعدة وكذلك جميع الإدارات بديوان وزارة الصحة من أجل تعديل هذا القرار ووضع استراتيجية صحيحة لهذا القرار وصياغة القرار يناسب الجميع، وبإذن الله سوف تكون الخلاصة بالشكل المطلوب وبإرضاء جميع الأطراف. وشكرا. في إطار سعي نشر ثقافة القراءة والاطلاع بين طلبة التعليم الأساسي، تواصلت فعاليات معرض مدرسة فاطمة الزهراء للبنات بترهونة للكتاب في نسخته الثالثة. للمزيد نتابع. بالعلم تبنى الأجيال، وبالقراءة والاستفادة تضاء العقول. مشاهد لطالبات أثرنا بالقراءة طريقا وسلكنا مناهج المعرفة للمساهمة في نشر ثقافة الاطلاع، منطلقهن من وصف الكتاب بأنه خير جليس في هذا الزمان. مدرسة فاطمة الزهراء للبنات بترهونة تطلق للسنة الثالثة على التوالي معرضا للكتاب،
والذي يضم في جنباته العديد من الكتب القيمة، وذلك بالتعاون مع عدد من المكتبات داخل بلدية ترهونة وبإشراف قسم النشاط المدرسي بمراقبة التعليم بالبلدية. الحدث هو معرض كتاب يقيم بالتعاون مع مكتبة علاء الدين. الغاية والهدف من هذا المعرض هو نشر الثقافة وتعويد الطالبات على القراءة وعلى التصفح، لما للقراءة والتصفح من أهمية في صقل العقل وتنمية المدارك وتوسيعها، بحيث أن احنا نستهدف في هذه المرحلة طلاب المؤسسات التعليمية في التعليم المتوسط. ويهدف المعرض بحسب القائمين عليه نشر مفهوم ثقافة الكتاب والقراءة بين طلبة الأساس وتهيئة المناخ أمامهم للاستفادة من العديد من الكتب المتنوعة التي يقدمها المعرض طيلة أيامه، والحث على جعله منهاجا للحياة وتنمية القدرات وتوسيع دائرة الفكر. يحتوي على مجموعة كبيرة من العناوين، كتب للأطفال، كتب للثقافة وللأدب وللتاريخ، كتب للجانب الاجتماعي والجانب الديني والجانب التثقيفي. دائما نعرف أن أهمية مثل هذه الحدث أو هذه الأحداث أو هذه المعارض، ودائما إن شاء الله نسعى من خلال مكتب النشاط المدرسي بشؤون التعليم ومكتب الخدمات التعليمية بترونة إلى أن نصل إلى أكبر عدد من المؤسسات التعليمية. أعز مكان في الدنا سرج سابح، وخير جليس في الزمان كتاب. كلمات أبدع فيها المتنبي في زمان آخر تبرهن على أهمية الكتاب، فهل ندركها في زماننا هذا؟ كشف القنصل العام للسودان بليبيا عوض العوض عن رفض المهاجرين السودانيين بمراكز اللواء بالمدن الليبية العودة للسودان وتمسكهم بالسفر إلى أوروبا. العوض في صحيفة الشروق السودانية لفت الأربعاء إلى أنهم خسروا أموالا طائلة نظير الهجرة غير الشرعية إلى الدول الأوروبية عبر البحر المتوسط. وذكر الموقع أن اجتماعا عقد بمقر القنصلية السودانية بطرابلس ضم نائب الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج عبد الرحمن أحمد ومنظمة الهجرة الدولية والقنصل السوداني العام. وكشف الاجتماع عن تزايد طلبات اللجوء لدى مفوضية شؤون اللاجئين بليبيا مقابل طلبات العودة الطوعية إلى السودان. وأوصى الاجتماع بضرورة وقف تسجيل الطلب اللجوء لدى مكاتب مفوضية شؤون اللاجئين بليبيا وتسجيل الراغبين في العودة مع الاحتفاظ بحقهم في التسجيل لطلب اللجوء لدى مكتب المفوضية بالسودان. أفادت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا الأربعاء بتسهيل إجراءات العودة الطوعية ل 124 مهاجرا صوماليا إلى وطنهم. الدولية للهجرة في صفحتها الرسمية أوضحت أن إجراءات الترحيل كانت بالتنسيق مع نظيرتها في الصومال والسلطات الليبية لضمان سلامة جميع المهاجرين الذين تمكنوا أخيرا من العودة إلى الصومال صباح الأربعاء. وأشارت المنظمة إلى أن سفير جمهورية الصومال في ليبيا علي سعيد فجي أكد أن العودة الطوعية للمهاجرين لم تكن أمرا سهلا، معربا عن امتنانه للدعم المتواصل لتسهيل عودة المهاجرين الصوماليين. إليكم أسعار العملات في السوق الموازي. ختام النشرة وتذكير بالعناوين. مفتي الديار الليبية ينتقد صمت المسؤولين عما يحدث في سجون طرابلس ويعتبر أزمات البلاد مفتعلة. مجلس النواب والدولة يتفقان على جدول زمني لتنفيذ إعادة تشكيل السلطة التنفيذية. غسان سلامة يأمل أن يكون مؤتمر باليرمو محطة ناجحة للتوصل إلى تفاهم ليبي.
كما تابعتم أيضا تواصل فعاليات معرض الكتاب بمدرسة فاطمة الزهراء للبنات في ترهونة. نهاية النشرة، ولمزيد من التفاصيل والأخبار يمكنكم زيارة صفحتنا على فيسبوك قناة التناصح الفضائية وزيارة موقعنا الإلكتروني www.tanasah.tv. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء. السادة المشاهدون الكرام والسيدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة أخبار الرياضة نقدمها إليكم كالمعتاد، نبدأها من الشأن المحلي، حيث أعلن مسؤولو 15 ناديا موافقتهم الرسمية على مشاركة فرقهم في البطولة التنشيطية لأندية الدوري الممتاز التي من المقرر أن تنطلق يوم الخميس المقبل تحت شعار ليبيا تجمعنا. وكانت اللجنة المشرفة على البطولة التنشيطية لأندية الدوري الممتاز قد أرسلت خطابات لأندية الدوري الممتاز للمشاركة في البطولة التي تم الإعلان عن انطلاقها الخميس المقبل. وردت الأندية هي أهلي طرابلس وأهلي بني غازي والمدينة وشباب الجبل والهلال والمحلة والشط والتعاون والأخضر وأبو سليم، بالإضافة إلى الأولمبي ودارنس ورفيق والتحدي والوحدة، بخطابات رسمية ليؤكدوا المشاركة في البطولة التنشيطية التي ستقام بين عدد من أندية الدوري الممتاز.